السلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. لازمنا بالحديث عن النمبرز إن الجافا سكريبت، وكمان النهاردة إن شاء الله بإذن الله على إثر برضو المراجعة لجملة NaN not a number، سبق وإن إحنا تكلمنا عنها شور وإحنا هنحاول نراجع عليها بس مش أكتر. بنقول فار اكس بتساوي 100 على انت بتحاول تجري عمليه حسابيه على طرفين غير متوافقين، يعني مثلا رقم على سترينج. فلو انت بصيت علشان مثلا تطلع الناتج كنترول اكس وتحاول تقول له دوكيمنت دوت رايت اكس وعملت سيف، هيقول لك الناتج ده عباره عن ان اي ان نوت ا نمبر نوت ا نمبر. فممكن تستخدم فانكشن جميله كانت مش فانكشن، اقصد يا ربي واحده من ضمن الطرق الجميله خالص في الجافا سكريبت، ممكن تستخدم الجمله از الناتج از ان اي ان الناتج اكس ده يعني عباره عن ايه، هل القيمه دي نوت ا نمبر، فبيطلع لك الناتج ترو بالفعل ان دول مش متوافقين، في حين انت لو مثلا غيرتها وخليتها غيرتها وخليتها مثلا 10 وعملت سيف، هيقول لك الناتج فولس، يعني الناتج رقم لاني خارج قسمه 100 على 10 راح يديني 10. الجمله بتاعت از ان ان دي هل هو نمبر ولا نوت نمبر بتطلع لي ترو اور فولس في حاله ان الشرط متحقق او مش متحقق، مش بتطلع لك ناتج يعني يا جماعه. ده الجانب الاولاني اللي عايزين نغطيه. الجانب الثاني لو حبيت تحكي في موضوع ان بص يا سيدي عندك فاريبل اكس ده عباره عن ان انت بتعرف انت بتستخدم الكيورد ان ان علشان في الارثمتيك لوجيك كقيمه يعني عارف ماشي، وبعدين بيستخدم واي كخمسه وبتقول له دوكمنت رايت اكس زائد واي يعني نوت نمبر وخمسه، الناتج بيكون عباره عن ان مش الناتج عباره عن نوت نمبر. غريبه دي شويه في حين انك لو معلش مثلا يعني حاولت كده تصحي السطر ده وتقول له تايب اوف اكس هيروح يقول لك ان نوع اكس عباره عن نمبر، يعني اساسا الجمله بتاعت ان ان ديت عباره عن رقم، فاهم انت؟ بس انت لما بتيجي بتحاول تجري تجمع اي ان ان على خمسه يقول لك لا اصلي انا ان ان ده رقم، يعني انا نوعي الداتا تايب بتاعي من نوع رقم بس ما فيهاش كيان اقدر اجمعه، يعني مش رقم سبيسيفيك، يبقى الداتا تايب التايب اوف نوع الداتا بتاع ان ان ده عباره عن رقم، لكن لما تيجي تجمعها مع عمليه مع عمليه رياضيه مع نمبر الناتج بيكون ان ان تمام. لكن لما تيجي بقى تخليها سترينج او تجمع، بس انا اسف على قيم سترينج، يعني احط انا كوت هنا وكوت هنا هيكون الناتج ايه؟ يسوات سترينج كونكاتينيشن، هيكون قيمه الاكس تنزل وبعدين كونكاتينيت مع قيمه الواي البلس وبعدين تنزل قيمه الخمسه. دورات شوية الحاجات الصغيرين الموجودين في جملة NaN نقطة نمبر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.